هلا انت ليش عم تسوي هيك؟ شو عم سوي؟ يعني ما فهمت علي. هلا مو انت اللي عم تزت سلاح على بيت نوري كل خطرة والتانية؟ جاوبني. لا مو انا. لا بلا انت. وشو عرفك انه انا؟ لأنه لما زتيت المصريات على بيت أبو فهمي كنت بنفس اليوم زادت سلاح على بيت نوري. ايوه، وشو عرفك انت؟ للسلوك. اني سلو سلوك تبعك اللي كنت لافف المصريات فيه. تعرف ليش بحبك وبعزك لك يا عو؟ لأنك قبضاي وفلهوي وبتلقطها على الطاير. طب ليش عم تسوي هيك؟ ليش ما بتقول للعالم انك انت اللي عم تزت سلاح وانت اللي عم تزت مصاري؟ وليش ما بتقول لهم انه انت اللي جيت بمعركة الكسوي وخلصتهم من الفرنساوي؟ ليش؟ ليش ما بدك العالم تعرف انك انت زكرت وقبضاي ومعزدل؟ ليش؟ بكير عليها يا عقوب، لسه ما اجى وقتها. تعرف لك قبضاي، انا ليش عم بحكي هذا الحكي؟ انا تحت الضرب، انا عم موت الف موتة في اليوم وهن عم يحكوا عليك في العاطل. اش بدي اسوي؟ بيجي عبالي احيانا يعني اوقف بنص الحارة وابعق صوت واقول لهم هيك انه عبود مو مثل ما لكم مفكرين. عبود زلمة مليح وقبضاي ومعدل. عبود هو اللي عم يحميكم، هو اللي عم يمد الثورة بسلاح بالشام كلياتها. عبود هو اللي عم يساعد فقيركم. بس طلع ياسين ارجل مني، وقف قال هذا الحكي كله قدام الحارة وما خاف. برجع بقول لك يا عقوب، لسه ما اجى وقتها، بس بوعدك انه قربت كتير. تعرف عم، نيال اهل حارتك فيك، هن اللي ظلموك وبعدوك عن الحارة وقاعدين عم يسبوك وانت عم تسوي كل ها كرمالهم. روح يا قبضاي، الله ينصرك ويكشف الحقيقة وترجع على حارتك معزز مكرم مرفوع الراس. ليش لك يا عقوب مفكر انه شغلة الحقيقة بس؟ حتى لو كشفت الحقيقة انا مستحيل ارجع على حارتي. نسيان كم واحد مقتلن من الفرنساوي؟ انا نسيان اني محكوم اعدام؟ نسيان انت؟ يعني حتى أنا لو خلصت قصتي مع أهل حارتي ما بتعرف إمتى بيطلع الفرنساوي بوشي. خلص لك يا عقوب، خلصيت. أنا بحياتي ما برجع لحارتي، وبيني وبينك أنا ما حقدر شوف اللي ظلموني كل هالوقت واقفيني بوشي وضل ساكت له. أنا ما انظلمت مرة ولا مرتين لك يا عقوب. أنا كل يوم كنت انظلم، كل يوم كنت دوق الويل. مشان هيك عمي خليني بعيد عنهم، كافيهم خيري شري، هيك أحسن لي. جوات قلبي في حرقة وفي نار على أهل حارتي، ما بتنطفي لك يا عقوب. وينك انت؟ ليش ما عم تبين الحارة؟ ياسين! ياسين! لك شو هاد؟ ليش هرب؟ والله علمي علمك، بس اكيد في شيء، لانه هو صار له حصة غايب عن الحارة. لك يا ترى شو القصة؟ شرف لنخبر الزعيم. مصيبة يا ابونا، مصيبة. خير شو في؟ هلا انا وجاي لهون، في اثنين من اهل حارتنا شافوني وهلا بيكونوا راحوا خبروا الزعيم نوري، وهلا بكون جاي لهون. يا لطيف. طيب هدي هدي. لك شلون بدي هدي؟ عم اقول لك شافوني شافوني. اسمع شو بدي اقول لك ياسين، انت خليك هون بالكنيسه، اوعى تغادر. انا رح اجيب الزعيم ابو بطرس ونجي لعندك. بس لا تطول، الله يوفقك. طيب ماشي ماشي، مع السلامه. السلام عليكم. طمنوني.
سلاح وصل وصار عند سكرتي. عفارم عليكم، حدا شافكم؟ مو عيب زعيم. ايه الحمد لله. بتعرف مين شفنا هنيك زعيم؟ مين؟ ياسين الفتال. شو؟ ياسين الفتال؟ ايه، ولما شفته ما بعرف شو صار له، خاف وارتعب، لحقته لشوف شو بو ما عاد لحقته. ايوه. روحوا انتوا ارتاحوا، والله معكم. بتأمر بشي زعيم؟ الله معكم. سلام. سلام عليكم. الله معكم. ياسين الفتال. وكل الله اخي، والله انت ما في منك اثنين بالشام كلها بقلبك الحنون. يمكن بنظرك اخي فارس، مو بنظر العالم ابدا. فارس، هلا بتروح على بيت عمتك معادل، بتجيب فاطمه بترجعها على بيت ابوها. الله يخلي لنا اياك يا اخي، الله يديم عزك يا كبير. شو في يا فارس؟ ليش هالعياط؟ امي اخي نوري، اخي نوري بده ياني اروح اجيب فاطمه من بيت عمتي معادل. الله يعمر دارك ويعلي شانك ويرضى عليك ليوم الدين يا ابني يا نور. يلا بخاطركم. ثيابها هلا بتجي ياما. مين بده يجينا؟ مين؟ انا فارس عم جيك. عزيزه غطي على راسك، اجا ابن خالك فارس. اهلين وسهلين عمتي. اهلين وسهلين. ان شاء الله كل سنه وانتي سالمه. وانت سالم تقبرني. شو كيف العيد معي؟ والله الحمد لله. الحمد لله. شلونك يا مو؟ الحمد لله بخير، كيفك انتي؟ والله الحمد لله والشكر لله. الف الحمد لله. تفضلي تفضلي. فارس؟ اهلين اختي، كيفك؟ الحمد لله. ان شاء الله كل سنه وانتي سالمه. وانت سالم تقبر قلب اختك. كيفكم؟ اشتقت لكم. يلا اختي الله يرضى عليكي، فوتي البسي ملايتك، بدي اخذك معي على البيت. شو؟ ونوري؟ ما اخوكي نوري هو اللي بعتني، يلا الله يرضى عليكي اختي، يلا بسرعه. تكي وحده، رح البس ملايتي واجي معك. يلا. روحي معي يا ام، روحي. على عيني يا ام. عمتي، انت متاكد انه نوري هو اللي بعتك؟ لكن عمتي انا عم بحكي من اعلي. لكن استنوني، رح احط ملايتي واجي معكم.